في نقابة الأطباء تجري غدا انتخابات لاختيار 4 أعضاء جدد في مجلس النقابة. مرشح التيار الوطني الحر لعضوية مجلس نقابة أطباء لبنان دكتور ويليام معوض دعا في حديث للأوتيفي الجميع إلى تحكيم ضميرهم، مشيرا إلى أن مشروع اللائحة يتلخص ببقاء الأطباء في لبنان. بكرة في معركة انتخابية ل4 أعضاء. لائحة، أنا مرشح التيار الوطني الحر. اللائحة هي اسمها لائحة تضامن النقابة، هي تحالف بين التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله، وكنا بنتمنى أكيد يكونوا باقي الأفرقاء اللي عندهم كلمة أو عندهم عمل نقابة موجودين بهالمعركة، تكون معركة مضبوطة ويبينوا الجميع على أحجامهم الطبيعية وما يتستر وراء عبايات مثل الجامعات او غير شيء. بس هذا الموجود. بكره معركه من الساعه 8 الصبح للساعه 2 في لائحتين مكتملين وبعض المستقلين نازلين، فبدعي الجميع للمشاركه فيها، وبدعي الجميع يحكموا ضميرهم، بدعي الجميع يفكروا انه نحن اصحاب مشروع. نحن مشروعنا بيتلخص بكلمتين، انه نبقى هون، انه نبقى بلبنان. عم نشوف كثير هجره للاطباء، الحل الوحيد لنوقف هالشيء كله هو انه يكون عندنا مشروع بامن ظروف افضل لعمل الطبيب، بخلي الطبيب يرجع تيكون الركن الاساسي بالنظام الصحي اللبناني، وخصوصا بالفتره الاخيره عم نشوف هجمه كبيره على حقوق الاطباء من كثير افرقاء موجودين بقلب النظام الصحي. فنحن معركتنا هي للحفاظ على الحقوق، استعادة ما تم سلبه منا، وتنحسن ظروف عمل الطبيب والحفاظ على البقاء بلبنان.